ويا اذا كانت سابقا ان في ركوب الخيل ركوب الصحيح نقول تقدم ركوبك صرت تعرف انه مفترض اثناء ركوبك للحصان ما تهتم في الماضي ما تهتم في المستقبل تهتم في الحاضر فقط بمعنى انك ما يهمك وش صار قبل ما تجي الحصان تركبه ما يهمك وش بيصير يهمك وش صاير حاليا تركز في الوضع اللي انت بدون ما تخلي اي شيء يتاخر شغلك حتى لو كان مزاجك سيء او معصب او بارد او حار الى اخره مفترض كنت تركب ركوب صحيح ما تخلي الشيء ذا ياثر على ركوبك خايف مرتبك ما تخلي خوفك ياثر على ركوبك وقس عليك هذا لا يتعارض مع فكره اني اكون قادر على فرض رتمي على الحصان نفسيا وجسميا بدون ما اوقف المواكبه بل بالعكس عن طريقه انا بواكبك مزاجي ما راح ياثر على دقه مواكبتي اذا منتهي منها لكن استطيع احطك في اوضاع معينه تخليك عاده كحصان تضطر تسوي شيء معين وانا اللي ابغاه بمعنى انا مواكب اي شيء انت تسوي ولا يهمني المستقبل ولا يهمني الماضي نعم ولكن انا حار اليوم ابي تحتر فاحطك في وضع معين اعرف ان عادتي هي تسخن فرضا اعطيك امر الهذب او امر الفتح بس الوقت رادك تحاول تفلت مواكبتك مواكبتك تقول وقف وين رايح محتر محل او العكس صار مثلا محتر انت باي هدا اكدت التمارين اللي فاتت والرجوع للخلف مواكبت فيها وهو من نفسه يختار الاسترخاء فاذكر الحصان على قدرتي على جعله يتاثر بمزاجي نفسيا او جسميا بدون ما اوقف المواكبه بالعكس عن طريق مواكبتي للثلاث ففكره انك مفترض لما تركب الحصان مزاجك او وضعك الجسمي او النفسي له الى اخره ما ياثر على شغلك هذا منتهي منها في ركوب كلك جميع انواعه بالذات في الطريقه الصحيحه بالذات بالطريقه هذه ولكن هذا لا يعني اني تماما اتغير مع الحصان واخليه يفرض عليه الرتم نعم هو اللي يحدد مواكبتي له من عدمها هو اللي يحدد تسليقي من جمعي من تدكيتي هو يحدد ثقلي من خفتي لا شك فيها ولكن بالفعل لو واكبته صح في كل شيء هو محدده سيعطيني فرصة أعطي أوامر معينة أستطيع من خلالها أتلاعب بنفسيته أو رتم نفسيته أو رتم حركته الجسمية والجسدية.